انا اسمي ايمان محروس حنا سعد، ساكنه في ديوان كفر العلم، عندي 32 سنه، عندي ولاد 3 ولاد كرولوس ويوسف وبتول. شغاله في الكنيسه الانجيليه. جم السيس راح قال لهم على حالتي، فهم شافوا الحاله، كانت الحاله مش حلوه خالص، كان حمام بلدي ما كنتش بقدر اقعد اعمل حمام، كنت بطلع فوق عند حماتي اعمل حمام. كانش عندي غساله، ما كنت بغسل هدوم العيال على ايدي، جابوا لي غساله. ما كانش عندي بوتاجاز غير هو عين واحده، كانت العين الثانيه بتهب، ما كنتش بقدر استعملها. كنت عايزه اولد، ما كنتش قادره اولد. قالوا لي هتولدي فين؟ قلت لهم هولد في مستشفى حكوميه. قالوا لا احنا هنولدك، ولدوني عند دكتور خاص، والحمد لله بعد كده عملوا لي الشقه، عملوا لي الحمام سيراميك من فوق لتحت، والمطبخ سيراميك برضو من فوق لتحت، وعملوا لي الطرقه كلها، والحته اللي انا كنت قاعده فيها الحمد لله سيراميك، وابوي جابوا لي سخان، حتى الانبوبه كمان بتاع السخان جابوها لي. ساعدوني في الدروس بتاعت كرولوس وبتاعت يوسف، دلوقتي الحمد لله بقوا كويسين، نشكر ربنا. يعني كرولوس الاول ما كانش بيعرف يقرا، دلوقتي بقى بيعرف يقرا، بقى كويس، وكمان يوسف بقى كويس دلوقتي. كمان ساعدوني في المشروع، عملوا لي مكتبه، ساعدوني في ان هم يجيبوا لي مكنه، وساعدوني كمان ان هم يجيبوا لي حاجات لوازم المكتبه كلها، نشكر ربنا. نشكر ربنا ان هم ساعدوني وعملوا لي مشروع، كمان عملوا لي وانا بزود كمان المشروع، نشكر ربنا. بقى نفسي هو يبقى مشروع كبير، عشان اصرف على العيال، عشان اكمل اللي هم عملوه. الحمد لله، يعني المشروع دلوقتي بقيت ازوده، وبقى معايا فلوس عشان اصرف على عيالي، ما اخليهم في مستوى احسن. اشكر كل اللي ساعدوني، انا بصراحه انا مهما اشكر فيهم مش هوفي اللي هم عملوه معايا.